ودلوقتي جه ميعادنا مع صاحب الذكرى الحلوه، ويا ترى زي بقى زي ما بيقولوا هو اضحك الصوره تطلع حلوه. هنضحك ونشوف الصوره هتطلع حلوه ولا لا. يلا هنعرفه بفاجأتنا النهارده. معانا الفوتوغرافر ابراهيم ابو زهره. ازيك يا هيمن؟ ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ منور الدنيا الحمد لله. ربنا بجد والله العظيم منور بيك. خليك لك يا منور. ربنا يخليك. يلا احنا عايزين بقى يعني بقى نعرف تعرفه. ابراهيم بدأ من امتى؟ بص انا بدأت من زمان قوي، لان طبعا والدي في المجال. زمان قوي ده اللي هو قد ايه؟ يعني 10 سنين مثلا. ما بعدش يا جيم. جدع. ما بعدش يا جيم. والدي في المجال، وانا طبعا هو عليه فضل كبير في اللي انا فيه دلوقتي. طبعا اتعلمت منه حاجات كتير، وبعد كده بقى انا اخدت كورسات وابتديت اطور من الدنيا من بقى. يعني قول لنا يا فنان بقى، ايه اللي بيخلي الصوره حلوه؟ الضحكه. حاجات كتير والله اللي بتخلي الصوره حلوه. زي ايه بقى؟ يعني الكابلز الموجودين اصلا في الصوره دول عليهم عامل كبير جدا. حلو. شكلهم ولا روحهم؟ روحهم. لا روحهم. حلو. مش شكلهم. طبعا المصور عليه عامل اكبر منهم أكيد. بكتير. تمام. كاللوكيشن احنا بنصور فيه، كستايل لبس، كحاجات كتير، حاجات كتير مش الضحكه بس اللي بتطلع. يعني الموضوع له عوامل كتيره، مثلا من ناحيه طبعا. الكاميرا، مثلا من ناحيه طبعا. اللايت، من ناحيه اللبس، طبعا. من ناحيه اللوكيشن، طبعا. روح العريس والعروسه مثلا، او الكابل الموجودين عموما. اكيد طبعا. حلو طبعا. جدا، برافو. ايه اكتر حاجه بتحب تصورها؟ برايد يعني سيشن برايد، ولا كاجوال، ولا بيبيهات، ولا ستار نجوم مثلا؟ انا بحب اصور اي حاجه، أصلاً اي حاجه فيها تصوير. الاقرب لقلب يعني ابراهيم. انا بحب اصورها. الاقرب لقلبي الويدنج اكتر بصراحه. الويدنج يعني هو مسؤوليه كبيره، بس انا بحس ان اليوم بيبقى مهم. بيبقى لذيذ. مهم جدا، ويعني لما بتشوف رد فعل الكابل العرسان وكده بعد التصوير، ولما يشوفوا الصور وكده، انت بتحس باحساس غريب. بتحس بانتصار كده ان انت عملت اللي هو حاجه جامده جدا، اللي هو يس يو ديت. انت مبدع فعلا فيه، ما شاء الله عليك. يعني والله بجد صور بتطلع فظيعه. قول لنا بقى، التصوير عموما مهنه صعبه ولا الموضوع بالنسبه لاي حد سهل؟ لا هو مهنه صعبه جدا جدا جدا. صعوبتها في ايه بقى؟ صعوبتها في اول حاجه المسؤوليه. دي عليها عامل كبير جدا. ان انت بتبقى مسؤول عن يوم كامل لاتنين بيتجوزوا، ف يوم عمره اي دروب هيحصل خلاص كده انت أكيد. شكرا يعني. هو فعلا ريسك عالي قوي يعني، بيبقى بالنسبه له هو ليله في العمر. هي ليله، فهي الليله كلها متعلقه في ايديك انت بقى بالظبط. طيب. فطبعا لو حصل اي دروب خلاص اكيد كل سنه. تنصحهم بايه؟ تنصحهم ان يعني لو في عريس وعروسه جايين لك، تنصحهم ان هم بضحكه، بنظره، تنصحهم بايه؟ بصي انا بنصح كتير والله، بس مفيش حاجه بتحصل. هو اهم حاجه عدم التوتر، صح؟ عدم التوتر. عشان يعني دي العريس اكتر والعروسه حاجة اكيد بيحصل دروبات في اليوم. اكيد. تمام. بس العريس والعروسه يكونوا ريلاكس يعني هاديين. خلاص هم بيتصوروا السيشن، ينسوا بقى اللي بره، والعروسه مش عارفه السنه حصل فيه ايه، والميك اب ارتست عملت ايه. عارف انت. والعريس يجيب الجرب وبتاع. اهم حاجه الجرب ده. والتاخير بقى. لا ده في الجرب ده اهم من اليوم نفسه. طب وهو يعني الجرب ما بيفرقش معاك في شكل التصوير؟ بيفرق طبعا. طيب يعني حاجه مهمه اهو يا جماعه. ممكن ينساها بقى، يعني لازم العروسه تنكد لما ينساه. يحصل بوم في. طيب هو في الطبيعي اغلب المشاكل بالنسبه للتصوير، سواء كان بالنسبه للكاميرا الفوتوجرافي او بالنسبه للموبايلات او قبل اخره، بتكون البوزيشن، الاوضاع. اكيد طبعا. فانت مثلا يعني ممكن تنصح حد لو هو مثلا حابب ان هو يتصور بس يبان ان هو رفيع شويه، يحاول فاهم انت ان يعني هو يبني خبرته يعني في المجال. يعني وان انا قابلت ناس كتير وصورت، على طول اليمين بيبقى حلو. دايما اليمين حلو على طول. حلو. وفي دراسات على الموضوع ده على فكره. بجد؟ والله. هو البروفيل اليمين ده اكتر حاجه بتطلع مظبوطه عند اي بني ادم في الكون. حلو جدا. بس في ناس بقى بتبقى ده وده. انا لا في ناس بتبقى عندها فوبيا ان هو اليمين احلى، بس انا شايف الشمال احلى. انا شايف الشمال بقى. انا مقتنع ان انا بصور كده. طيب بما انك بقى فنان وصورت فنانين كتير واشتغلت في الموضوع ده، تمام، مين صورته ومين كنت معاه ومين حابب تبقى معاه؟ مين صورته؟ انا صورت احمد جمال، ده صديق شخصي. المغني احمد جمال طبعا ده حبيبنا كلنا. قمر.
صورت هايدي، هايدي موسى برضو انا بموت فيها، حد جميل جدا. في ناس كتير والله. احنا بنعرض الصور كمان واحنا طب مين بنتكلم، بقى؟ او مصور احمد جمال. قمر ما شاء الله، حاجه كده يعني بروفيشنال قوي، برافو عليك والله. لا حلو، مين تاني بقى؟ انت قلت انا بحب جمال. اصور احمد يعني بعيد يعني ان هو صاحبي يعني، بس انا بحب اصوره. انا حافظ كل تفاصيل وشه، عارف. وروحه حلوه. لا انت حاجه دايما تانية. بيضحك ما شاء الله عليه. لا طيب انت قلت احمد جمال وهايدي موسى. مين بقى مين نفسك تصور معاه؟ بص انا نفسي اصور كل الناس، يعني نفسي برضه اصور كل ستار. لا اجابات عامه دي، انا عايز حد كده بالنسبه لقيمه تارجت. انا عايز اوصل للشخص ليه ده كده. يعني مش لازم حد، ممكن حد يشوفك دلوقتي ويقول لك تعالى بقى صورني طالما انت حلو. يعني تبقى فرصه حلوه. تعالى يا ابني صورني. تعالى يا ابني صورني. يعني حد اتنين تلاته. بص انا اكتر حد نفسي اصوره هي دره بصراحه. الله دره. الله اشمعنى دره؟ كنت لسه اساله نفس السؤال. فيها تفاصيل كتيره حلوه، البروفيل بتاع وشها، طريقه وقفتها، هي بتحب تتصور ووشها حلو جدا. بتعرف تتصور؟ طبعا. بس في فرق بين بتحب او بتعرف. انا بحب اتصور بس ما بعرفش يعني بتحب بصراحة. تتصور وبتعرف تتصور حلو جدا. تمام. فدي ما شاء الله عليك، انت فاهم في الموضوع قوي الى الحمد لله. برافو عليك. شفتكم يا جماعه في مفاجاه النهارده يعني. طيب لو حد مثلا من المصورين اللي هو لسه بيبدا وعاوز يعني يتوجه صح، لان اغلب المصورين الجداد اللي لسه بادئين بيبقى مش عارف يبدا منين. يعني يتعلم ازاي، يدرس فين، يذاكر امتى؟ يتعلم ازاي يعني؟ هو المفروض الاول هو يشوف بس عينه، دي اهم حاجه. دي اهم حاجه في المصور اصلا، عينه. يبدا ياخد كورسز اونلاين بره مصر، دي اهم حاجه برضو. يدور على على الانترنت، على اليوتيوب، بيشوف حاجات، يبدا يقلد ويجدد من نفسه. ولازم يكون متابع جيد للكاميرات والعدسات وايه الابديتنج اللي بيحصل حتى في برامج الايديت. يعني هو لازم يبقى ابديتنج دايما طول الوقت، بيشوف الدنيا حواليه بتعمل ايه. يعني يبقى بايت على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا علشان يبقى فاهم ايه اللي بيحصل حواليه. بص تحت عيني اسمر من كتر المذاكره. كمان انا عايزاك تنصحهم بموضوع ان يعني اللي بيفصل لازم تفصل حياتك الشخصيه عن شغلك. عشان انتوا زي الفنان بالظبط، الممثل أكيد. اللي رايح يمثل لو هو متضايق ومغموم الصور مش هتطلع حلوه. اكيد طبعا. بصي ودي ليله يعني ما ينفعش الصور. هو لازم اصلا يعني اوريدي انت قابلت الكابل تمام، انسى اي مشكله عندك، لازم تشيلها من دماغك. اكيد لازم تضحك، لازم تهزر. دي نصيحه مهمه جدا. اهم حاجه ان هم بالهم منها، يعني يحسوا ان انت حد منهم، حد قريب. مش واحد بقى جاي عارف انت يعني. هو الصح برضو حلو يعني نلخصها في ان الصح انك قبل السيشن مثلا ب 10 دقايق تقعد تدردش وتهزر وتفك الجو. ممكن تعمل لهم، انا بعمل ميتنج قبل السيشن بيومين. حلو حلو. بيومين لازم اشوف الكابل اللي انا صوره ايه ظروفه، تذاكروا بعض. بيحبوا بعض. هل جواز صالونات بيفرق؟ طبعا بيحبوا بعض عن صالونات. طبعا طبعا. حتى لو الاثنين حلوين الحب بيفرق في اي حاجه. حلو كده. حقيقه جيت على الجرح تقريبا. ايه من راجل ولا ست؟ طيب يعني انت قلت ان استنى بقى استنى، انت بتتوه. بص انت بتتوه. انا بتوه. انت بتتوه. انت قلت طب خلاص عايز ايه بقى؟ قلت ايه؟ راجل ولا ست؟ الراجل ولا الست؟ مين رومانسي اكتر، راجل ولا ست يا ابراهيم؟ هتخسر ناس كتير؟ مش مشكلة، أهم لا حاجة مش ترضي ضميرك. أهم حاجة ترضي ضميرك. ست ست رومانسية أكتر. برافو يعني عليك. حتى في أول العلاقة إيه؟ في أول العلاقة هو بيبقى رومانسي. بصوا احنا في أول العلاقة بنبقى رومانسيين جدا احنا كرجالة. تمام. بس عشان تكسبها صح؟ عدى شهر كده خلاص. أيوه. لا والله أنا في شغل معلش. عارف أنت الشغل جه بعد في شغل بقى. هو راجل، هو راجل على فكرة جواه رومانسية، بس هو مش في أولوياته زي الست. الست الرومانسية في أولوياتها، أولويات حياتها. هو الراجل لكن الراجل جواه رومانسية بس فياض. بيحب يوزع كتير للناس. بس يعني هو الراجل شخصية قيادية. عايزين رومانسية، عايزين رومانسية، عايزين رومانسية، خد رومانسية، خد قلوب كتير. يعني أنت يعني الطبيعي إن الراجل قائد، قائد العلاقة. بما انه قائد العلاقه هو هو متحكم فيه في فهو يا اما نكدي فيبقى العلاقه كلها نكدي، يا اما رومانسي فتبقى كل العلاقه كلها حلوه. مفيش راجل بيبقى نكدي في الاول، اسمع البدر. لا لا مفيش راجل. الستات بطبعهم نكديين. لا 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 معروفة. انت اللي بتخليها تنكد. شفتي؟ قال لك من قلبك. ما انت اللي بتخليها تنكد. انت ممكن بقى ايه
يعني بايديك تخليها تنكد هي وبايديك لا. بتنكد فانت تلطف. بالظبط. وبعدين احنا كلنا بناكل عيش يا جماعه. برافو عليك. الامور دي والله. والله برضه حاجات مهمه جدا، لان يعني اقول لك مثلا هو الراجل مثلا لو رومانسي، هم الكابل مثلا والراجل رومانسي جدا، مش هتبقى البنوته كده بتضحك وبتهزر وبيشيلها وبيتنططوا وبتاع، على عكس الناس اللي هي لا مش رومانسي. بص، هي البنت اللي بتجبر الراجل ان هو يبقى رومانسي، وان هو يعملها ازاي، وان هو يتكلم معاها ازاي. هو صدقني هو لو كويس معاها هي تبقى رومانسيه وكل حاجه، ومش تبقى منك كده ولا الكلام اللي بيقولوه ده. لو كويس معاها لو هو كويس انا حاسسكوا مفيش كده هنا. بنسخن طول الوقت. احنا هنا ناقر ومش ما هو الراجل ولا الست. من اغنيه بتاعت البرنامج اسمها كل نهار ناقر ونقير، يعني الموضوع معروف يعني. ف هي الست. الست. الست الراجل اول شهر. برافو. اول شهر يعني الراجل الاول. ما كان نشوف بقى موضوع الست. الست لا لا هو الست. انت بقيت يعني عمال تحللها عشان تقول الراجل. هو قال لك الست صريحه خلاص. ايه ده يعني احمد خلاص عشان خاطرك انت مش هسه اوفر قوي. مع ان مارينا قالت ان هو خلاص بقى ماشي. ما هو حد معاك وحد معايا كده، احنا متعادلين لازم نشيل بعض. ماشي. بس هنشوف بقى، هنشوف دلوقتي الهاشتاج ونشوف مين اللي هنشوف رد فعل الناس، ونقرا الكومنتات كلها، وهنشوف بقى مين اللي يكسب. نورتنا جدا، وحلقه حلوه جدا جدا معاك، وانبسطنا جدا، واكيد الناس استفادت جدا. وكان برضو عندي سؤال، معلش لو وقتك يسمح. انا كنت بشوف لك مثلا صور بتعمل فيها لايت عباره عن نار كده ورا الكابل، بتعملها ازاي وهم واقفين وتعمل اللايت ده كله؟ ده عباره عن ايه؟ فوتوشوب ولا لا؟ لا لا مش فوتوشوب خالص. هو عباره عن ده سلك مواعين. سلك مواعين. تمام. بس هي بتبقى تكنيك في الكاميرا معين، بتوزيع اضاءه معينه. طبعا الناس اللي شغاله معايا اللي بتساعدني في ده جدا، يعني الاسيستنت اللي معايا واللايتنج اللي معايا والاديتور طبعا ادي عامل برضو. اصل برضو بتصورها ازاي يعني؟ الصوره بتتاخد في ثانيه؟ لا هي دي مش في ثانيه. هي ممكن 30 ثانيه 60 ثانيه كده. يعني مش الموضوع صعب، مش سهل بجد. صعب مش سهل. الموضوع صعب. لو يعني بس الموضوع ده بقى بيتطلب. يعني اوريدي ان في الويدنج دلوقتي هو عايز ده. ما هو اغلب الكابل هو عايز ده في السيشن، حتى لو مش السيشن كله، بس هو عايز ده لان هو شايفه حاجه جديده وحاجه. بالظبط. يعني الكابل بيشوف الحاجات اللي فيها تطور او اللي فيها افكار جديده وبيروح له. بالظبط. بيبقى عايز يعمل ده. وعشان كده انت قلت برضه لازم الفوتوغرافر اللي لسه بادئ يواكب على التطور ويشوف ايه الجديد، علشان يشوف يفضل يتفرج الناس بره بتعمل ايه وفي مصر بيعملوا ايه. في مصورين كتير في لا مصر. بره مصر. لا بره مصر عندهم دماغ مش طبيعيه. الخروج بره الصندوق حلو. بس برضه في مصر في مصورين شاطرين. لا في مصورين شاطر طبعا جدا، بس انا قصدي ان المود الخارجي او الغربي عموما مختلف جدا عن مختلف طبعا المصر. الاجواء بقى المحيطه اكيد طبعا عليها عامل برضه. اكيد يا فندم. احنا برضه بنعرض الصور لابراهيم، فيعني انا بصراحه بحب فيك انك مش يعني حاجه زي كده مثلا. هو ده. ده بياخد معاك 30 ثانيه والعريس والعصا واقفين زي ما هم. كان الناس اللي ورا اللي عماله دي الناس دي بتتبهدل يعني. ده دول اتنين. واحد يا نهار ابيض. ده عبده وبل. عبده بتعمل اعجاز. بتقعد تصور كل ده. نحييكوا يا جماعه بجد. برافو. لا والله الناس دي بتتعب معايا جدا والله. هو ده اللي بيميزك، وده اللي هيخليك ان شاء الله برضه توصل لكل اللي بتتمناه وتوصل لدره. احنا برضه بنناش الدره يا جماعه. ايوه يعني تصور جامد جدا جدا جدا، وهو عاوز يصورك. فاحنا يعني نتمنى نشوفك في سيشن قريب كده لدره مع ابراهيم ابو زهر ان شاء الله. حبيبي دايما كده موفق ودايما في نجاح ودايما مختلف. ربنا وان شاء الله كده اشوفك محقق كل نفسك فيه. مبسوط ان انا معاكم في البرنامج والله. احنا صدقني انت اللي نورتنا، واحنا مبسوطين جدا جدا فعلا. الحلقه حلوه قوي ومميزه وكلها فن. انتوا الاثنين انا بحبكم بصراحه. ربنا يخليك لي. ربنا يخليك. اشد معجبين بيكوا. سلام لي حيله. شرف لينا والله العظيم. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. فاصل ونرجع تاني ونقرا بقى كومنتات بتاعت الهاشتاج. الكومنتات بتاعت الهاشتاج ونشوف مين اللي كسب، الراجل ولا الست. احنا نرجع تاني بقى ونشوف موضوع الهاشتاج اللي رفعناه على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك والانستجرام، والحقيقه في ناس كتيره قالت رايها. فقول لنا كده حبه يا كريستين. ايمي قالت انا من رايي ان الراجل والست الاثنين رومانسيين. ايمي كانت محايده جدا. ماشي. دانيال اللي هي ميرنا قالت بصراحه الراجل بس مش كل الرجاله. ايمون مش عارفه ليه انا هقول الراجل بس مش كل الرجاله. اكتساح من اول الفقر. الراجل رومانسي بس لحد ما يكسب الست، لحد ما تكسب الست فهي هنقول الست. تمام يا مريم. كلارا الست طبعا.
طيب نانسي ست، كيتي ست، ماشي، جيرو ست اكيد، احمد ابو زيد الراجل، احمد الخواجه لا ست اكيد، ماشي، ابو حميد ماشي مش هنسهلك، امنيه ست الست تمام، معاك طبعا يا حضرة ان الراجل لو فرفوش هيخلي البنوته فرفوشه. أيوة. طب يعني متعادلين، نسميها متعادلين. لا لا لا، الست كسبت. مريهان بتقول الست و... لا لا لا. وبعديها منى بتقول الست وكيتي بتقول الست وسو... لا 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 الست كسبت يا جماعه. لا لا الراجل كالعادة يعني. يا جماعه وبعدين يعني احنا فير جدا، احنا بنقرا الكومنتات. ايوه احنا انبسطنا جدا ان كنتوا معانا النهارده، وان شاء الله كده الحلقه الجايه نشوفكم بمفاجاه كبيره جدا 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 جدا. فاستنوا الحلقه الجايه ان شاء الله الخميس الجاي الساعه 2 في برنامج الراجل ولا الست مع احمد الحضري وكريستين عصام، والست تكسب برضو طبعا الراجل.